ينضم معنا الآن مراسلنا من بغداد محمد فراس. أهلا بك محمد. هنالك احتفالات في شارع المتنبي وسط العاصمة بغداد بمناسبة الذكرى السنوية لعيد الجيش العراقي، حدثنا بالتفصيل ووضعنا في الصورة من حولك، تفضل. نعم، نظمت أمانة العاصمة بغداد احتفالا لأربع مناسبات، أولها وأهمها هو ذكرى تأسيس الجيش العراقي لليوم للعام الواحد بعد المئة هذا الجيش الباسل الذي قدم تضحيات كبيرة وجسيمة من أجل عراق مستقر وآمن كما هو عليه الآن. والمناسبة الثانية هي لقرب انعقاد أول جلسة للبرلمان في دورته الخامسة، وأيضا بمناسبة خروج القوات الأمريكية القتالية من العراق، وأيضا احتفالا بالعام الجديد. نظمت أمانة العاصمة هذا الاحتفال كما ذكرت للمناسبة الأهم، وهي ذكرى تأسيس الجيش العراقي، ولاحتفال بهذه المناسبة العظيمة لدى العراقيين هنا في شارع المتنبي اختير هذا المكان لأهميته لدى العراقيين بشكل للبغداديين بشكل خاص وللعراقيين بشكل عام. مرت فترة طويلة لم يشهد البغداديون شارع المتنبي بهذا الجمال وفي هذا التوقيت تحديدا، قرابة 18 عام شارع المتنبي بعد الساعة السادسة مساء يصبح شارعا مظلما مخيفا، لكن بجهد أمانة العاصمة بغداد وبإعاز وتوجيه من أمين العاصمة بغداد على معا أصبح شارع المتنبي بهذا الجمال وبهذا الرقي. وكما تشاهدون العوائل العراقية والشباب يتجولون هنا في هذا الشارع في هذا التوقيت تحديدا محتفلين بذكرى تأسيس الجيش العراقي الباسل. كان التنظيم على مستوى عالي، الاحتفالية كانت على منصة قرب تمثال المتنبي، استمرت لساعة كاملة أكثر من ساعة، انتهت قبل ساعة من الآن، نظمت بدرجة عالية من الترتيب والجهوزية والتي كانت على مراحل عديدة، منها المسرحية التي كانت مسرحية إرشادية للمواطنين بخصوص يعني ما هو منتشر في الفترة الأخيرة وهي ظاهرة المخدرات، وأيضا بعدها كانت هنالك حفلة موسيقية داخل هذا الزقاق، وبعدها كانت هنالك إطلاق للألعاب النارية احتفالا بتأسيس الجيش العراقي. إلى الآن كما تشاهدون المواطنون مستمرون بالتوافد والتجوال هنا في شارع المتنبي، وهو ما كان يتوق له البغداديون بأن يأتوا إلى هذا الشارع وفي هذه المناسبات الجميلة ويتجولون في زقاق المتنبي. هو الزقاق ذو أهمية كبيرة وله منزلة ومرتبة عالية لدى العراقيين والبغداديين. نعم محمد فراس مراسلنا من بغداد، كنت معنا من شارع المتنبي، شكرا جزيلا لك.